محافظة الشرقية بتشهد تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية لأطفال من ذوي الهمم في مراكز الشباب. ده في إطار مبادرة اسمها نتوحد من أجلهم. هذه المبادرة بتستهدف تدريب وتنمية المواهب عند هؤلاء الأطفال من ذوي الهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية. محافظة الشرقية بتشهد تنفيذ فعاليات تدريب أطفال التوحد بمراكز الشباب تحت شعار نتوحد من أجلهم، وذلك ضمن الاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل، ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الآخرين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة. فعاليات نتوحد من أجلهم شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات من مراكز الشباب، وبيتم تدريبهم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية. أيضاً تستهدف المبادرة العمل على شغل أوقات فراغ الشباب بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع خاصة ذوي الهمم من خلال دمج في المجتمع وبث روح المنافسة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية. وتتضمن الفعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الذهنية تحت شعار كلنا معاك، بهدف رفع وعي المواطنين مع أهمية الكشف المبكر عن مسببات الإعاقات وإتاحة الخدمات الصحية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، ده بجانب تقديم أوجه الدعم والرعاية للشباب على المستوى الرياضي والثقافي والتوعوي.